والآن في وزارة التخطيط أكو بحدود 9000 مشروع متلكئ نتيجة هاي الأعمال غير القانونية. وإحنا شنو هي الأعمال الغير القانونية دكتور؟ نعم، يعني مثلا مثل ما تفضلتي خلصت الأربع سنين، أنا أعوف الجهد كله بناء الأربع سنين وتهيئة الأربع سنين وأبدي بخطط جديدة حتى يقولون أنا الحكومة سويت. هذا مو اقتصاد ولا وطن ولا مواطنة.